التطور والجيولوجيا الجزء الرابع عشر وأمثلة على الطبقات المفقودة. أضرب لحضراتكم أمثلة فعلا اللي حتى حد قريب من الأماكن دي يقدر يروح يشوفها. اتكلمت على إشكالية الطبقات المفقودة اللي تهدم العمود الجيولوجي المفترض للحقب وتهدم التطور جملة وتفصيلا، لأن التطور مبني على عمود الجيولوجي. وقلت لحضراتكم الافتراض الأولاني أن الترسيب البطيء المستمر بانتظام بناء على قاعدة الحاضر مفتاح الماضي مستمر، والحقب الزمنية باستمرار موجودة وبعضها فوق بعض، ده مش موجود، ده لا نراه، يبقى هو غير صحيح، يعني الكلام ده خطأ. أما إيه اللي بنشوفه؟ بنشوف طبقات رسوبية تكونت بدون انتظام، عشان كده عددها مختلف لمكان من مكان لتاني، لأنها تكونت بأمواج ودوامات عملاقة لطوفان مائي عملاق أو كارثة مائية عملاقة على سطح الكرة الأرضية، عشان كده هي غير منتظمة ولا تمثل حقب، ونلاقي سمكها وعددها مختلف لمكان من مكان للتاني، ده اللي بنشوفه، يعني ده الصحيح، وده اللي يشهد على الطوفان. يعني الأحقاب الزمنية ليس لها وجود في الجيولوجيا، التطور ليس له وجود في الجيولوجيا، الجيولوجيا الطبقات الرسوبية بتاعتها تشهد على كارثة مائية حدثت مرة واحدة وليست في حقب زمنية. طب أمثلة على الكلام ده، على سبيل المثال هتلاقوها في مناطق كتير على فكرة، ولكن على سبيل المثال من المناطق اللي بتتدرس اللي هي منطقة فرانكلين في تكساس، دي صورتها اللي قدام حضراتكم دي. الطبقة دي لما بيفحصوها بيلاقوا طبقة الأوردوفيشن اللي هي من 480 مليون، فوقيه كريتيشيس من 130 مليون، وكل الطبقات اللي بينهم زي السيليريان لغاية الجوراسيك ملهوش وجود، اللي تمثل أكتر من 300 مليون. يعني أنا عندي الأوردوفيشيان ده الموجود، عندي الكراتيشيس ده موجود، سيليريان ملهوش وجود، ديفونيان ملهوش وجود، المسيسيبيان ملهوش وجود، البنسلفينيان ملهوش وجود، البريميان ملهوش وجود، الترياسيك ملهوش وجود، الجوراسيك ملهوش وجود، كل دول ملهمش وجود فوق 300 وشوية مليون سنة المفترضة ليس لها وجود. بل الكارثة اللي ما يعرفهاش ناس كتير انه اللي موجود هو العكس، الاوردوفيشيان دي اللي هي من 480 مليون هي اللي فوق، والكراتيشياس اللي هي من 130 مليون اللي هي احدث هي اللي تحت. يعني الكراتيشياس الاحدث هي دي هنا، والاوردوفيشيان دي هي اللي فوق، يعني القديم فوق والحديث تحت. طبعا بعض هيسال هم عرفوا يحددوها اردوفيشن ازاي، حددوها اردوفيشن ازاي لان لقوا فيها الاسماك الاوليه المفترض ان هي قديمه جدا في رحله التطور، لما لقوا اسماك بيدعوا ان هي قديمه في بدايه رحله التطور قالوا على طول دي تبقى طبقه اردوفيشن من 480، بس يا كابتن ده انا لقيتها فوق خالص، بس معلش هي برضو طبقه قديمه، ولقيت تحت الحفريات بتاعه الاسماك اللي المفترض ان هي قديمه لقيت تحتها على طول زواحف من المفترض ان هي حديثه من 130 مليون حسب ادعاء التطور، فقالوا يبقى الطبقه اللي تحت دي هي الكريتيشيس من 130 مليون، بس انا لقيتها تحتها. لا معلش، هنيجي للكارثه دي في اشكاليه الاسبوع الجاي اللي هي ما يسمى بالطبقات المقلوبه، دي حاجه لما هتدرسوها مع بعض هندرسها مع بعض الاسبوع الجاي هتعرفوا ان هي تقلب الموضوع جمله وتفصيلا. لكن باختصار حاليا السبب زي ما قلت لحضراتكم، يلاقوا حفريه قديمه مفترض ان هي عاشت زمان قوي، لان بدايه التطور كانت لسه الدنيا اسماك قديمه ما اتطورتش الى الاسماك الحديثه، واللي طلعت منها سمكه اتمشت على الشاطئ وبقت برمائي، والبرمائي تطور للزواحف القديمه، والزواحف القديمه تطورت للزواحف الوسطى والحديثه والديناصورات. فلما يلاقوا سمكه من المفترض ان هي من الاسماك القديمه قوي يقولوا عليها دي طبقه اوردوفيشي، حتى لو لقيتها على سطح الأرض فوق بس برضو يقولوا طبقة قديمة. ليه؟ لأن السمكة دي المفترض أن هي مميزة للأوردوفيشيان حسب سجل الحفريات المزعوم بتاع التطور، ولقي أنا وبكمل حفر تحتها على طول حفرية لديناصور طائر مثلا من الكريتيشيس، فيقولوا الطبقة اللي تحتها كريتيشيس. ولما تقول له ازاي يا كابتن الطبقه اللي فوق هي القديمه واللي تحتها حديثه، مش المفروض الطبقه بتتبني فوق اللي بعدها؟ يعني الحديثه لازم تكون فوق،
يقول لك لا معلش معلش هالطبقات اتقلبت. ده انا مخي اللي اتقلب، طبقات اللي تتقلب. مثال تاني، منطقة الأخدود العظيم. هفرج لحضراتكم فيديو صغير يشرح هذا الأمر من أحد من المفروض إن الناس الدارسين الجيولوجيا اللي بيشرح الأخدود العظيم. Here you can see the rim of the canyon all the way down to the river. That's a mile of strata. بيقول الكانيون ده اللي هو الأخدود العظيم جراند كانيون ده فيه طبقات رسوبية ميل. كويس؟ There used to be another mile of strata above the rim of Grand Canyon. We talked about that over at Cedar Mountain. And that layer, that mile of strata above, has been removed for. وفي المفروض عدة أميال أو على الأقل واحدة منهم تكون ميل، دي ملهاش وجود. Tens of thousands of square miles. دي المفروض على مسافة عشرات الآلاف من الأميال المربعة. What kind of sediments are we talking about? Well, Grand Canyon's missing about 908 cubic miles of sediments. جراند كانيون ضايع منه 908، اكررها لكم تاني، 8 cubic miles of sediments missing about 908 cubic miles of sediment. ضايع منه 908 كيلو متر مكعب من الطبقات الرسوبيه، ملوش وجود. This missing mile of strata represents almost 130,000 cubic miles of missing sediments. Grand Canyon is less than 1%. جراند كانيون اللي يعتبر واحد من أحسن الطبقات الرسوبية في العالم هو يمثل 1% من الطبقات الرسوبية المفترض تكون موجودة بس. تخيلوا اللي بيعتبروه واحد من أحسن طبقات العالم اللي يشهد على الحقب والأعمار والحفريات والكلام المزعوم ده كله، هو الحقيقة يمثل 1%. Of this missing mile of strata, it's really awesome proof of a worldwide catastrophic aqueous event. ويقول لو هو ده يشهد على حاجة، ده يشهد على كارثة مائية واحدة عالمية. طبعا مش هيرضى يقول الطوفان بتاع الكتاب المقدس، ولكن هو ده التفسير. فمنطقة الأخدود العظيم الشق ده طوله ميل، دي الطبقات اللي موجودة فيه، وقبلها طبقات أقدم، فالأولانية من التبيت ساندستون لغاية ما نوصل للطبقة العليا. كويس؟ ده شكل أو قطاع في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم اللي يعتبر من أشهر المناطق في طبقات الجيولوجيا، اللي بيعتبروه علماء الجيولوجيا ومؤيدي التطور واحد من أفضل المناطق اللي يقدر يشوفوا بعينيهم الطبقات الرسوبية واحدة فوق الثانية. بين الطبقات اللي اترسبت في ملايين السنين ومئات الملايين من السنين يوجد أيضا مئات الملايين من السنين ليس لها وجود. ده ما بيسمعوهوش الزوار، الزوار يقولوا لهم دي طبقة كذا طبقة كذا طبقة كذا، لكن اللي في النص مش هيقولوا لهم عليها. واحد من علماء التطور، وهو واحد ده مش بس علماء تطور، ده وهو ضد الخلق انتي كرييشنست، اسمه ديريك ايجر، في كتابه اللي يسمى بالنيو كاتاستروفيزم هو بيحاول يثبت عدم حدوث الطوفان بتاع الكتاب المقدس، ولكن بالرغم من ذلك لازم يقر ويقول يوجد فواصل زمنية ضخمة بين الطبقات. دي قائمة بالطبقات، واللي تحتها اللي أنا شاطب عليها دي ملهاش وجود في الأخدود العظيم. وطبعا دي الأسماء الأساسية مش التقسيمات الفرعية، كل طبقة تحتها تقسيمات، يعني كل طبقة تحتها تقسيمات من أعمار وعصور، لكن أنا بتكلم على الطبقات. حتى لو تقسم حتى الحقبة الكاملة تقسمها تمثلها طبقة واحدة. الكواترنري ملهوش وجود، مش موجود. تيرشري ملهوش وجود. كريتيشيس ملهوش وجود في جراند كانيون. جوراسيك ملهوش وجود. ترياسيك ملهوش وجود. اللي موجود البريميان، البنسلفانيان، ودول مش كل طبقاتهم، والبنسلفانيان مش كل طبقاته، ولا الديفونيان كل طبقاته. السيليريان ملهوش وجود ولا طبقه واحده حتى تمثله. اوردوفيشيان ملهوش وجود ولا طبقه واحده تمثله. الكامبريان موجود له طبقه. الطبقات الموجودة أيضا كتير من مكوناتها وعصورها وأعمارها غير موجودة. الديفونيان ده موجود منه طبقة واحدة المفترض من كل الطبقات الباقية، يعني دول كلهم طبقة واحدة بس اللي موجودة والباقي برضه ملوش وجود.
لأن البعض يخدع البسطاء الغير متخصصين ويقول لهم عندنا عشرات الطبقات لفترات والأحقاب موجودة، لكن حقيقة لا، هي طبقة واحدة لعمر واحد من أعمار كتيرة للعصر من عصور كتيرة ملهاش وجود، يعني واحد من تسعة. لكن كمان لو رحنا لما قبل الكامبري، لما هو أقدم من 550 مليون سنة، طبقة فيشنو في قاع الطبقات المفترض أن هي من 1.7 بليون سنة، الطبقة اللي فيها على طول اللي هي بيز لايمستون المفترض أن عمرها 1.2 من 10 بليون سنة، فين ال 500 مليون سنة؟ ما لهمش وجود. بين طبقة دوك اللي هي من 740 مليون وطبقة التبيت من 525 مليون في 215 مليون ما لهمش وجود. من طبقة 505 مليون لغاية طبقة 385 مليون اللي بينهم 120 مليون ملهوش وجود. من 340 مليون ل 320 مليون ال 20 مليون اللي بينهم دي ملهاش وجود. ومن قمة الأخدود اللي هي مفترض ان هي من 270 مليون وما بعد ليس لها وجود. فين الترسيبات دي؟ ملهاش وجود. لو أخذنا أقل منطقة في الفروق الزمنية اللي هي 20 مليون المفروض نلاقي فيها طبقة تراب سمكها 200 ألف بوصة أو 3.1 ميل تراب، فينها؟ ملهاش وجود. طبعا الطبقات المختفية في النص لزمن 270 مليون وما فيش عوامل تعرية، فينها؟ ملهاش وجود. الأخدود العظيم عشان أأكد لحضراتكم إن ده بجيب لكم مثال من واحد من أفضل الأمثلة يقولوا عليه علماء الجيولوجيا حتى المؤيدين للتطور ان هو افضل مكان يلاقوا فيه تاريخ الطبق، واحد من افضل الاماكن اللي لاقوا فيه تاريخ الطبقات، يعتبروه the finest record of geological history anywhere on earth. دكتور ديريك اللي قلت لحضراتكم ده ضد الخلق وبشدة، لو اعتمدنا على كلامه هنلاقي في منطقة الاخدود العظيم للطبقات المفقودة في النص تساوي 295 مليون سنة، ده يمثل 92%. إين جوبي وغيرهم حسبوها قالوا 92% ليس له وجود. ده يشير إلى أن طبقات الأخدود اترسبت بسرعة بأمواج مياه عملاقة هي اللي غطت كل الطبقات دي كلها في أسابيع وشهور وليس في مئات الملايين من السنين، وإلا فين ملايين السنين دي ملهاش وجود. طب اتحفر ازاي جراند كانيون؟ اتحفر لما المياه العملاقة دي كانت بترجع رجوعا متواليا وبسرعة، هي اللي حفرته بالشكل الرهيب ده، مش نهر كولورادو الصغير. ده بيقر بيه كتير حتى من مؤيد التطور ومراجع الجيولوجيا بيقروا بالكلام ده. ميلارت بيقول الحقيقة المباشرة ان عدد كثير من عدم وجود التطابق الذي يوجد في الأخدود العظيم، الطبقات اللي مش موجودة في الأخدود العظيم، هو دليل قوي في صالح الترسيب القصير. لو كان هناك ملايين كثيرة تفصل هذه الطبقات المختلفة، فكيف يفسر التطوريين شذوذ نهر كولورادو في أخذ فقط بضعة ملايين من السنين عشان يقطع 80 ألف قدم أو 2438 متر من الترسيبات الذي هو مفترض أخذ 500 مليون سنة ليترسب، بينما بعض هذه الطبقات لا يوجد أي أثر للنحر عليهم. بيعترف بيقول احنا ما بنشوفش أثار النحر ما بين الطبقات وبعضها، ده مش موجود، والطبقات اللي أخذت 500 مليون سنة الحقيقة اللي ظاهر إن هي ترسبت في وقت واحد، ما ترسبتش في 500 مليون سنة. يعني 500 مليون سنة المفترضة في الأعمار والطبقات والتطور دي ملهاش وجود، دي في الحقيقة ملهاش وجود فعلا علميا. تفسير الواضح والبسيط أن هذه الطبقات الرسوبية ترسبت في وقت قصير جدا لا يسمح بالنحر، وتم حفره بتراجع جسم ضخم من المياه أعلى من كولورادو، ولم يكن هذا في وقت طويل. آدي نص كلام.
فزي ما قلت لحضراتكم، طبقات الجيولوجيا المزعومة دي موجودة في المراجع بس، والطبقات اللي تشهد للحقب الزمنية والأعمار المختلفة، المية طبقة الخيالية دول من 550 مليون سنة حتى الآن ما لهمش وجود، وبيلاقوا فعلا حفريات لكائنات مختلفة، وبيلاقوا حفرية إنسان فوق حفرية ديناصور، وبيلاقوا حفرية إنسان تحت حفرية ديناصور، ولكن يقولوا دي حفرية الديناصور تبقى من 200 مليون، حفرية الإنسان تبقى مليون، والطبقات اللي بينهم مختفية. ولو لقيت حفرية الإنسان تحت حفرية الديناصور يقولوا حفرية الإنسان أدوبك من مليون، وحفرية الديناصور من 200 مليون، بس الطبقتين اتقلبوا واللي بينهم مختفيين. تخيلوا 200 مليون ازاي يختفوا سنين وازاي يتقلبوا؟ الكلام ده ليس له وجود. عشان كده بناء عليه ألاقي طبقات مختلف عددها، والكائنات اللي مترسبة فيها متلخبطة، ده معناها ان هي ترسبت بكارثة مائية واحدة دفنت كائنات العالم كله اللي اتخلقوا مع بعض، دفنتهم في كارثة مائية واحدة، وهو كارثة الطوفان. كل ما يوجد على الأرض يشهد للطوفان اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس، ولكن للأسف رافضين يعترفوا بيه. أكتر موضوع بيتهاجم هو، بالإضافة للحاجات التانية في الكتاب المقدس، هو موضوع الطوفان. تعرفوا أن لو الكتاب المقدس ما تكلمش عن الطوفان كان الملحدين هيتكلموا عنه بأشياء غريبة جدا ويشهدوا له ويستشهدوا بيه، لكن لأن شرحوا الكتاب المقدس وشرحوا حصل إمتى ويؤكد كلام الكتاب المقدس مصرين يذكروه. بعض المراجع أكتر اللي تأيد الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم. واحد كتاب تاني يقول عمليا لا يوجد أي مكان على الأرض تستطيع أن تجد ما يقال عنه العمود الجيولوجي. فول ستوب. ده كده بداية الكلام. العمود الجيولوجي ده ملهوش وجود. في الحقيقة في معظم الأماكن في القارات أكثر من نصف أزمنة الجيولوجيا مفقودة تقريبا، اللي فاضل بس هو 15-20% من سطح الأرض. دول يحتوي على إيه؟ على تلت الفترات دي، والحقيقة هما مش في ترتيب صحيح. حتى في جراند كانيون فوق 150 مليون سنة من العمود التخيلي مفقودة، وباستخدام العمود الجيولوجي المفترض تاريخ الحفريات والصخور هو مغالطة. ده الوالت براون. مرجع تاني، المعلومات من القارات وقاع المحيطات تظهر أن عشر الطبقات من انتظام هي ممثلة تمثيل فقير في المقياس الجيولوجي. تقريبا 77% من مساحة الأرض اليابسة دي عليها طبقات رسوبية، وأسفل البحر بها 7 أو أكثر، يعني 70% تقريبا مفقود. 94% من سطح الأرض بثلاثة أو أكثر من الأنظمة مفقودين. 99.6 بها واحد على الأقل مفقود، دول من الطبقات الكبار. فقط أماكن قليلة تقريبا 4% بها العشرة، بس مش بكل أعمارهم ولا بالترتيب المنتظم. العمود الجيولوجي الكامل المكون من الطبقات الرسوبية موجود فقط في الرسم البياني المرسوم بالجيولوجيين، يعني ده في الكتب وبس، ده مش في الحقيقة، ليس في أرض الواقع. وبناء عليه أقروا أن سجل الحفريات غير دقيق. قالوا أن الحفريات السجل بتاعها وترتيبها اللي يعتمد على عمود الجيولوجيا، إن كان عمود الجيولوجيا متلخبط بهذا المنظر يبقى أيضا سجل الحفريات ليس دقيق. أهو، بل كل الطبقات لو بتترسب ببطء باستمرار في 550 مليون سنة، ده لو هاخد من الكامبريان بس من ساعة ما بدأت تظهر الكائنات عديدة الخلايا اللي بتعوم
ومستمر الترسيب بمعدل 2.1 ملي في السنة، يعني المفروض ألاقي 110 كيلو متر أو 161 كيلو متر سمك طبقة رسوبية. ده ليس له وجود، ما فيش منطقة في العالم فيها 110 ميل أو 160 كيلو متر طبقات رسوبية، ده ما فيش موجود طبقة زي كده على الأرض كلها. وتتابع الطبقات الجيولوجية غير موجود على الإطلاق في أي مكان على سطح الكرة الأرضية، موجود بس في الكتب المعيدة للتطور أو اللي اتخدعت بالتطور أو الماشية حسب مقياسه. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم هناك افتراضين. الافتراض الأولاني الترسيب البطيء. الافتراض الأولاني اللي بيقول الأرض اتجمعت من 4.6 مليار سنة سخنة جدا وبدأت تبرد تدريجيا، ومن 4 مليار سنة بدأت المياه تتجمع على سطح الأرض من البحار والمحيطات، ولغاية من 3.5 مليار سنة بدأت تظهر الشوربة العضوية المزعومة اللي ظهر منها أول كائن، والكائن ده بدأ رحلة التطور وبدأت تحصل الطبقات الرسوبية بداية من ما هو البري كامبريان، وبداية الكائنات اللي بتعوم في المياه اللي هو الكامبريان اللي بدأ يرسبها من 550 مليون، وكل فترة زمنية حصلت فيها رحلة تطور الأسماك الإسفنجيات، بعد كده الأسماك القديمة في الأوردوفيشيان كان ساعتها وصلنا غاية 450 مليون، وبعد كده الأسماك تطورت للأسماك اللي بعد كده، اللي بعد من الأسماك طلعت على شاطئ البحر وطلع منها البرمائيات بالتطور، وبعد كده البرمائيات ظهرت منها الزواحف من الترياسيك اللي من 250 مليون، وبعديه الجوراسيك من 200 مليون، وبعديه الكريتيشيوس وزمن الأشجار العملاقة من 150 مليون، وأثناءها بتحصل طبقات رسوبية مستمرة شايلة لنا السجل ده باستمرار. ده موجود؟ لا. هل بنلاقي الطبقات دي المزعومة لهذا الكلام الخيالي اللي أنا قلته دلوقتي؟ لا، ده ما بنشوفهوش على الإطلاق، لا نراه، غير موجود. اللي عنده مثال واحد بس، وأنا عندي مئات إن لم يكن الآلاف من الأمثلة اللي مش موجود فيها الكلام ده، ده بإقرار علماء وكتب الجيولوجيا غير موجود. طالما غير موجود أنا أضيف وأقول غير صحيح، لأنه غير موجود. التاني اللي هو إيه؟ الأرض اتخلقت من 6000 سنة زي ما قال الكتاب المقدس، ومن 4500 سنة مضت حصل طوفان كارثة مائية واحدة غرقت العالم كله، دفنت كتير من الكائنات الحية في وقت واحد في طبقات رسوبية. الطبقات الرسوبية دي حفظت الكائنات بدون ترتيب، لأنها الكائنات ما اتطورتش من بعض لكن اتخلقت كلها في 6 أيام. الكائنات دي اللي اتحفظت بدون ترتيب في طبقات، الطبقات مختلف عددها لأنها أمواج مختلفة من الطوفان ودوامات ضخمة مختلفة من الطوفان في مناطق مختلفة، شالت طبقات رسوبية مختلفة، ولا بلاقيش حاجة اسمها سجل متصل، ما لاقيش الطبقات متساوية ولكنها بلاقيها مختلفة. هو ده اللي أنا بشوفه، وطالما هو ده اللي أنا بشوفه في كل مكان يبقى ده صح. إذن الطبقات الغير منتظمة دي نتيجة طوفان وهي تشهد عليه، ولإدعائهم بيحاولوا يدعوا إن هي خطأ وتمثل حقب زمنية، ده ادعاء غير صحيح. عشان كده بنلاقيها غير منتظمة لأنها تتفق مع الطوفان.